في ايه يا استاذ فؤاد؟ الاستاذ يبقى جوز مدام رشا الورداني، وفي جمله عابره وردت في صحيفه الدعوه مش عاجبه سعادته، ويظهر يا اولاد انها غلطه مطبعيه. احنا تلامذتك يا استاذ وماشيين بتوجيهاتك. العريضه صح 100%. يعني انت اللي كاتبها؟ لا لا لا، دي الانسه، ثم لنا ولا الانسه من غير كتر كلام. مش انت اللي كاتبها؟ لا. طب اتفضل انت، تعالى. رايح فين؟ اسمع يا استاذ، لازم تفهم ان احنا عارفين شغلنا كويس قوي، وبعدين شيء طبيعي ان تلاقي كلام في العريضه ما يعجبكش. انت الخصم، عايزنا نكتب فيك شعر ولا نغني لك؟ وبعدين فين الجمله اللي مزعلاك قوي كده؟ انا اللي كاتبه العريضه ومسؤوله عن كل كلمه فيها. ما بيعرفش. عرفتي ازاي اني ما بعرفش؟ مراتك هي اللي قالت. كدابه. خلاص، دي حاجه بينك وبينها. صح، واحنا كنا نايمين في وسطيكوا